انتقل نحن وانتم مباشره لزميلنا في معان ومعك من جديد رعد، صباحك خير، تفضل. صباح الخير لارا، صباح الخير كاتي، رجعنا لكم مره ثانيه ونحن معكم وعلى الهواء مباشرة عبر برنامج يوم جديد. حقيقة قصتنا الثانية قصة جميلة في موقع جميل جدا، متنزه الملك عبد الله الثاني السياحي. هذا المتنزه الذي يقع في قلب مدينة معان، حقيقة زاهية الألوان، هذا الموقع الجميل الذي تنتشر فيه الأشجار، شجر النخيل المعمر حقيقة أكثر من 500-600 عام. هذا النخيل الضارب في جذور الأعماق والذي يروي قصة هذه المدينة العريقة. هذا الموقع يقع بالقرب حقيقة من قصر الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله تراه، القصر الشاهد الحقيقة على ولادة الدولة الأردنية، ومنها بدأت انطلاقة الدولة الأردنية والثورة العربية الكبرى والحق يعلو. حقيقة يعني قصتنا حلوة اليوم، بدنا نتحدث احنا وياكم مع الأستاذ حمزة كريشان وهو مدير سياحة محافظة معان للحديث حول خطة تأهيل هذا الموقع السياحي والمواقع السياحية الأخرى في محافظة معان. صباح الخير في هذا الموقع الجميل جدا. صباح الخير أخ رعد، صباح الخير على الأخوة المشاهدين في يوم جديد، ونحب نصبع على سيد البلاد حفظه الله ورعاه. نحن الآن في متنزه الملك عبد الله السياحي، تولي وزارة السياحة والآثار ضمن خطتها الاستراتيجية في تطوير المنتج السياحي، وهنا في متنزه الملك عبد الله السياحي له خصوصية المكان والزمان لوجود أشجار النخيل المعمرة والتي هي شاهد عيان على وجود الإنسان ضمن مسار الحج الشامي. خصوصية هذا المكان تبدأ من قربه من مركز المدينة ونقطة جذب سياحية لمسار معان السياحي. يبدأ مسار معان السياحي من سوق معان القديم مرورا بالقلعة والتي هي الآن متحف معان الشعبي، مرورا كذلك بمركز الحرف اليدوية، مرورا بقصر انتهاء بقصر الملك المؤسس. هذا المكان يعطينا دلالة واضحة على وجود الإنسان قديما لوجود الأشجار المعمرة، أشجار الزيتون وأشجار التين والرمان والنخيل، وننوه هنا إلى تطوير المنتج السياحي من خلال الزراعة التراثية اللي كانت موجودة في مدينة معان في بساتين معان قديما. يعطينا هذا أيضا نقطة قوة لجذب معالم السياحة والاستثمار في هذه المنطقة مستقبلا لتكون نقطة جذب سياحية إن شاء الله. طيب يعني أستاذ شكرا على هالإطلالة المميزة حقيقة في هذا المتنزه، وشكرا لكوادر وزارة السياحة ممثلة بمديرية سياحة معان اللي أعادت تأهيل هذا الموقع الجميل. يعني بس تدخله بتحس أنك أنت في ما شاء الله غابة خضراء، وهذا دلالة على أهمية الموقع وأهمية الاسم الذي يحمله متنزه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين السياحي الذي يقع كما قلت في بالقرب من سوق البدو أو سوق السياحي. طبعا جاء تطوير وتأهيل هذا المكان بدعم من وزارة السياحة ومجلس المحافظة اللامركزية. خطتنا المستقبلية لعام 2024 بإنشاء متحف للصور التراثية الموجودة في معان، كذلك قرية تراثية مصغرة لانتعاش هذا المكان ونقطة جذب سياحية أكثر في هذا المكان. المنتنزه يقع على مسافة أو على مساحة 24 دنم من منطقة معان، متنوع في أشجار النخيل المثمرة، أشجار الرمان، أشجار القرايس، وهي هاي منتج مميز وحصري لمدينة معان للمذاق الذي يتمتع به. هذا يعطينا أيضا كمان قوة لجذب السياح أكثر وأكثر. يعني القرايس فعلا زي ما بيحكوا والرمان مشهور، حتى قالوا يوم الأيام في دمشق كان في الرمان المعاني يباع هناك، فهذا دليل على أهمية يعني بساتين معان التي تنتج حقيقة الرمان والقرايس والعنب أيضا بطريقة يعني بمذاق مميز. هذا من يعني بقينا انه نقدر نطور على نحكي السياحه التراثيه الزراعه التراثيه الموجوده كانت في بساتين الشاميه، كذلك شاهد عيان على وجود المكان اللي هي قلعه معان التي بنيت القرن الخامس عشر الميلادي، يعطينا دلاله على وجود المكان عبر حقبه تاريخيه على مدار خلينا نحكي الحياه. هذه المنطقه كانت زاخره بالحياه لعقب تاريخيه قديما، والان نقوم باحياء هذه المنطقه ان شاء الله مستقبلا.
طيب جلالة الملك الله يحفظه زارها قبل فترة، يعني ما في بجوز 3 شهور، زار نفس الموقع حقيقة وأبدى توجيهاته السامية حقيقة بتطوير هذا المنتج. إلى أين وصل حقيقة خطتكم الآن بالتعاون مع وزارة السياحة والديوان الملكي العامر؟ طبعا كانت زيارة جلالة سيدنا هي بداية وضع حجر الأساس لوضع معان على الخارطة السياحية وربطها بالمثلث الذهبي. كانت مبادرته بأنه إطلاق اللي هي تأهيل السوق التراثي، تأهيل سوق معان التراثي. إن شاء الله هو الآن على خطة هذه السنة إن شاء الله سيرى النور قريبا بإذن الله تعالى. سؤالنا الأخير، يعني الآن هذا الموقع أعلنته للزائرين لزوار معان سواء اللي بيدخلوا معان أو ضيوفها؟ إن شاء الله يعني بعد إعادة تأهيله سيفتح المنتزه إن شاء الله باستقلال الملك استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 25/5 ليكون مزار للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية إن شاء الله خلال هذه السنة. كل الشكر والتقدير لمدير سياحة محافظة معان الأستاذ حمزة كريشان على هذا الجهد المميز حقيقة من كوادر السياحة وأيضا كوادر مديرية سياحة معان. بحب أشكر مجلس محافظة معان حقيقة اللي دائما يقدم كل الدعم من مخصصاته للمشاريع بشكل عام ومشاريع سياحة محافظة معان، هذا المكان الجميل الذي يحمل اسم متنزه الملك عبد الله الثاني بن الحسين. حقيقة ما أحوجنا إلى أن يقوم الزائرين بزيارة هذا المكان ويرتادوا بأحلى حلي وأحلى طلي وأحلى مكان هنا في قلب مدينة معان. نترككم مع اللقطات الصباحية المميزة مع زميلنا المبدع المصور عيسى عليان الذي كان معي منذ الصباح الباكر في هذه الأجواء الجميلة. صباح الخير مرة ثانية من هنا من محافظة معان. يعطيك العافية زميلنا رعد، وتحية أيضا لزميلنا عيسى عليان وللجميع. دائما بنحب نحيي جميع الزملاء في الميدان، بيقدموا دائما الرسالة مهما كانت الظروف، كانت صعبة كانت سهلة، لا بدنا نقدم هذه الرسالة. حلوة. جميلة جدا بمعان، والسماء ما شاء الله صافية تجنن. فبنحيي أهلنا وعزوتنا بمعان.